اخر تقرير هنتابعه مع بعض في فقرتنا الاخباريه هذا الصباح مشاهدينا، فعاليات المؤتمر ال 14 للجمعيه العربيه لدراسه امراض السكر والميتابوليزم. انطلقت فعاليات المؤتمر ال 14 للجمعيه العربيه لدراسه امراض السكر والميتابوليزم عضو الاتحاد الفيدرالي الدولي للسكر امس الاربعاء برئاسه الدكتوره ايناس شلتوت استاذ امراض السكر بكليه طب جامعه القاهره، وعقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل تدريبية للأطباء المتخصصين في أمراض السكر والغدد الصماء والباطنة العامة. نشاهد. بعد اجتياح مرض السكر للعالم، عقدت الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم مؤتمرها الثانوي 14 تحت عنوان مرض السكر وباء يجتاح العالم، هل هناك جديد؟ وذلك بمشاركة أساتذة من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية. احنا طبعا عندنا مؤتمر سنوي كبير اللي هو المؤتمر الدولي، ولكن على مدار العام بيبقى هناك مؤتمرات محلية برضو بتقيمها الجمعية بالإضافة إلى الأيام العلمية وورش العمل والدورات. احنا كأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الدولي للسكر معترف بينا كمركز تدريبي وتعليمي تابع للاتحاد الفيدرالي للسكر، وبالتالي بنقدر ندي الأطباء كورسات وبنقدر نديهم شهادات معتمدة من الاتحاد الفيدرالي للسكر. نتباحث فيه على آخر كونسنسس أو جايد نزل في عمليات تشخيص وعلاج مرض السكر، وهو بينبهه دلوقتي يقول يا جماعة المفروض لازم يتشخص سكر بدري عشان ما يحصلش مضاعفات، لازم نعمل حملات توعية زي ما هو ماشي دلوقتي، حملات توعية لمرضى السكر نفسهم، ازاي يحافظوا على نفسهم، ازاي يقيسوا السكر، كل قد ايه يعملوا متابعة، ده حاجات مهمة جدا جدا. وخلال المؤتمر أكد أساتذة الطب أنه من الممكن الوقاية من مرض السكر باتباع طرق بسيطة كاتباع نظام غذائي يحتوي على السعرات الحرارية المناسبة لأسلوب حياتك، وإنقاص الوزن 7% في حالة زيادة الوزن أو السمنة، والابتعاد قدر الإمكان عن الدهون والسكريات، وممارسة الرياضة بشكل جاد 5 مرات أسبوعيا لمدة نصف ساعة في المرة. انتشار شبه وبائي للسكر في المنطقة العربية بيصل إلى 7 دول من 10 الأكثر انتشارا للسكر في العالم، 7 منهم من الدول العربية، وده الحقيقة بسبب وعدنا عن ممارسة الرياضة. والنصيحة الحقيقة للشباب بالذات ممارسة الرياضة ولو المشي، ما بنقولش حاجة مكلفة، المشي أو الجري اللي هو مجانا للجميع، والابتعاد عن الوجبات السريعه. وجه نظر على انتشار داء السكري، داء السكري اصبح مرض العصر وينتشر بكثره، وهذا الانتشار سببه هو تغيير نمط العيش، مأكولات كثيرة، سكريات، حلويات، دهنيات كثيرة، وأطفالنا يخصنا نربيهم على اتباع نمط العيش، رياضة، أكل صحي. الحقيقة النهاردة المؤتمر ده من المؤتمرات الدولية اللي بنبتدي يحصل فيه تبادل الخبرات بنسبة كبيرة، بنبتدي ان بتشوف كل حد من السبيكرز اللي هو على مستوى العالم بيبتدي يكلمنا اذا كان في ما هو الجديد بالنسبه للعلاجات، بالنسبه للاستراتيجي اللي بنستخدمها مع المرضى، بالنسبه ايه اللي في خلال السنه اللي فاتت من المؤتمر للسنه اللي فاتت للسنه دي، هل في اي مضاعفات ظهرت من نوعات الادويه الجديده، هل في اي حد نتيجه هيز اون اكسبيرينس ابتدى انه يبتدي يشوف شيء جديد ما كانش حتى مذكور في الدورات العلميه، ده كله بيبتدي يستفيد منه المريض في انه على مستوى على المدى الطويل بيبتدي يقلل مضاعفات السكر اللي هي طبعا تعتبر النهارده قلت كتير قوي نتيجه استخدام التقنيات الحديثه في علاج السكر. طبعا بعد تجاوز عدد المصابين بمرض السكري 220 مليون نسمة حول العالم، اصبح مرض السكر خطر يهدد حياه الناس ويجب محاربته بكل الطرق. سيد موسى، نهايه الاسبوع.